والمعادون للصحابة هم الرافضة والخوارج والناصبة، ثلاث طوائف، ثلاث طوائف، لكن أخبثهم الرافضة. أما الخوارج فالذي حملهم على هذا التشدد في الدين والغلو في الدين، ولم يكن قصدهم الطعن في الإسلام، وإنما حملهم الغلو في الدين، التشدد في الدين، فحملهم هذا على أن من حصل منه خطأ أنه كافر، أنه كافر، فهم فعلوا هذا عن غلو وعن تطرف وتشدد، ولم يعملوه طعنا في الدين، بل إن هذا من بزعمهم، من حبهم للدين وحرصهم عليه، حرصهم على الدين بزعمهم. وأما النواصب فالذي حملهم على هذا أمر سياسي، أنهم يريدون بذلك الطعن في خلافة علي رضي الله عنه لأمر سياسي فقط، وأنه لا يستحق الإمامة، هذا الذي حملهم على هذا أمر سياسي، ما قصدهم الطعن في الدين، وإنما قصدهم أمر سياسي. أما الروافض قبحهم الله فقصدهم الطعن في الدين، لأنهم إذا ذموا الصحابة فإن وطعنوا فيهم فلم يبق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، والدين جاءنا عن الصحابة، وهم في نظر الرافضة لا يحتج بقولهم، فإذن هذا طعن في الدين، هذا قصدهم. فهذا الذي سبب أن المؤلفين من أهل السنة في العقيدة يذكرون مسألة الصحابة، قصدهم الرد على هذه الطوائف.